هلا موضوع الراديو اكتيفيتي يا جماعه اللي هو تطبيقات على الفيرست اوردر لينير ديفرنشال ايكويشن. فمثلا اذا في عندنا ماده مشعه مثلا نسميها راديو اكتيف ماتيريال، هاي الماده المشعه مع الوقت طبعا راح تفقد من وزنها بسبب الاشعاع. فعلى فرض انه هاي الكوانتيتي كيو اوف تي ديكيز، يعني تضمحل at rate proportional to the amount present at any time. وبالتالي إذا بدك تترجم هاي الجملة ل mathematical modeling بطلع معك، إذا بدك تشوف شو بصير التغيير على هاي الكمية over time اللي هو dQ over dt proportional to the amount present at any time، هاي تساوي minus r في q هاي الكمية at any time، وماينس r لأنه إحنا البروبورشنال حولناه لإيكواليتي، والسالب هي سالب r لازم تكون نيجاتيف. كل هذا الكونستنت اللي هون سالب r لازم يكون نيجاتيف بسبب الديكيز، و r طبعا هي عبارة عن الديكي ريت. هلا سالب r هي عبارة عن الديكي ريت. هلا هاي الديفرنشال ايكويشن لو طلب منا مثلا قديش كمية المادة المشعة هاي المتبقية مثلا بعد سنتين ثلاث، فعشان نطلع الجواب لازم نحل هاي المعادلة، وحلها بسيط جدا لأن هاي المعادلة إذا بتلاحظوا يعني تنطبق على قاعدة A. So this differential equation has the form of A اللي هي first order linear differential equation with constant coefficients. معناته بدأ أطبق القانون A star. تمام؟ وعشان نطبق القانون A star بنلاحظ القانون A star بهاي الصورة تطبيق مباشر. بس هلا هون سالب r بعتبرها نفس الشيء a، محل a بحط سالب r، وواضح انه b 0 هون فيش عندي b، وبالتالي b 0 ما دام b 0 معناته الاكوليبريم سوليوشن راح يكون ايش؟ 0. شو يعني الاكوليبريم سوليوشن راح يكون 0؟ الاكوليبريم سوليوشن راح يكون 0 لانه هي ماده مشعه مع الوقت مش راح يظل منها كميه، يعني as t goes to infinity لما الوقت يروح لما لا نهايه هاي الكميه راح تصفر مش راح يظل منها شيء. وبالتالي منطقي. اذا على فرض انه في عندي طبعا انا q0 اللي هي الكميه at time t تساوي 0 او بنسميها initial amount of this material. هلا اذا بتيجي تعمل تطبيق مباشر محل b على a بيجي 0 وهي بحط هون 0 محل a بتحط minus r، ساعتها ال quantity available راح تكون ايش؟ من هاي الكميه تعطى بهذا الحل اللي بالاحمر هون. اذا كمان مره هاي ال quantity عشان نكون يعني صورة واضحة للجميع، Q of T quantity of this material available، حط خطين تحت كلمة available يعني الكمية المتبقية مش الكمية اللي اتمحلت، هاي الكمية المتبقية من المادة في اللحظة تايم T. كويس؟ طيب هلا بهذا الخصوص طبعا في عندنا كمان تعريف لفترة نصف الحياة اللي بنسميها الهاف لايف تايم، نرمزنا بالرمز تاعه اللي هو الهاف لايف تايم. شو يعني الهاف لايف تايم؟ انه الوقت لما بمر الوقت تاعه بمر هاي الكميه بتفقد نص الكميه الاولانيه، يعني بروح نصها بيختفي وبالتالي بضل النص الثاني. So this is the time takes the material to decay by the half of its initial value. فمثلا اذا بدك تعوض التايم تاعه في الحل اوكي بتحط محل تي تاعه فيش مشكله، ولكن الجواب اللي بيطلع معك هو عبارة عن نص Q0، لأنه بعد مرور هذا الوقت الكمية اللي بلشنا فيها في Q0 راح تصفي نص هاي الكمية. فهذا هو تعريف الهاف لايف تايم، إنه الكوانتيتي عند هذا التايم تاعه يساوي نص Q0. هلا لو عوضنا تعويض مباشر زي ما حكيت قبل شوي، هاي بنعوض تعويض مباشر، نقدر نشطب هلا Q0 من هون Q0 من هون، وبالتالي بيظل عندك هاي المعادلة. لو أخذنا اللين للطرفين، هاي أخذنا اللين للطرفين عشان أخلي تاو موضوع القانون. طبعا لين النص هو لين البسط ناقص لين المقام، لين البسط الواحد صفر ناقص لين المقام اثنين، فبطلع الجواب صفر ناقص لين اثنين يعني سالب لين اثنين. فبروح السالب هلا مع السالب من هون، بيظل عندك تاو بيساوي لين اثنين على ار. نتذكر مع بعض انه هذا التاو هو عبارة عن time، مدام هو time لازم يكون موجب، فأنا عندي هون r، نتذكر إنه سالب r سالب من فوق شايفين هيو سالب r سالب هو decay rate، و
وبالتالي لما نضرب في سالب الطرفين الشرط المتباين يتغير، فبيطلع عندك ار موجب. فانا عندي هنا لحالها ار هي موجبه، ولن اثنين طبعا لن اثنين موجب. ليش؟ لان كلياتنا بنعرف نرسم لن اثنين، لن التي بشكل عام. اللن يا جماعه كيف بيكون شكله؟ كنا بنعرف هاي لن التي، so this is لن التي، وعند الواحد بيصفر. لما يجي انا عند اثنين هاي لن اثنين، واضح انه لن اثنين شو ماله؟ رقم موجب. ف اللي بدي احكيه انه البسط اصبح موجب والمقام موجب، عشان هيك التايم ما بصير يطلع التايم سالب. فالفكره كالتالي انه الهاف لايف تايم بكل بساطه هي القانون تبعه لن اثنين على ار. فلو بدنا ناخذ مع بعض اكزامبل، هذا الاكزامبل واي 4 عن سؤال 14 في سكشن 1.2. السؤال بحكي لك في عندنا راديوم 226 في له فترة نصف الحياة مقدارها 1620 سنة. يعني هاي المادة المشعة إذا بمرق عليها 1620 سنة بروح نصها وبيضل النصف الباقي. فالسؤال بحكي لك find the time period during which a given amount of this material is reduced by one quarter. طبعا هذا السؤال لازم نفهمه صح. السؤال بده time، find the time. إذا بدنا نروح نطلع ايش؟ time اللي بيخلي هاي المادة is reduced by one quarter، يعني بروح منها الربع. طلع هاي المادة تبعتنا بدنا نطلع الوقت T star time، find the time T star اللي هاي المادة. مثلا على فرض احنا عندنا هاي المادة راح يختفي منها is reduced by one quarter، راح يختفي منها ايش؟ ربع. يعني مثلا هاي على فرض انه هاي المادة اربعة ارباع، كويس؟ فراح يروح منها ربع، راح يضل عندنا ايش؟ كديش راح يضل؟ راح يضل عندنا ثلاث ارباع. فاول حاجة مدام احنا بنحكي عن مواد مشعة، اذا بدنا نطبق القانون مباشر اللي اشتقناه قبل شوي. وفي هاي الحالة معطى معك فترة نصف الحياة 1620، هاي القانون تبع فترة نصف الحياة. بيجي بعوض محل تي 1620 وبطلع ار عشان اعرف قديش ار، وبالتالي ار من هاي المعادله بتطلع لنا 2 على 1620. فانا معروف عندي صارت ار معروفه. هلا كمان مره انا بعرف ان كيو اوف تي هي الافيلبل اللي ايش موجوده في لحظه تايم تي. So we need to find the time t star. نروح نطلع هذا الوقت اللي بعد مرور هذا الوقت قديش كمية كيو زيرو بضل معها؟ بضل عندنا ثلاث ارباع، لأنه راح 1 كوارتر، راح ربع، معناته الكمية المتبقية راح تضل ايش؟ ثلاث ارباع since quarter is reduced. اوكي، معناتها بروح بعوض هلا كيو تي ستار في كيو، بيجي بحط هون محل تي ستار، هاي محل تي ستار، تعويض مباشر. بنشطب هلا كيو زيرو مع كيو زيرو، بضل عندك كل شيء بدلالة تي ستار. بحاول اخلي تي ستار موضوع القانون، باخذ لنا الطرفين وبقسم كل شيء على سالب ار، وبالتالي انا اصلا ار بعرف قيمتها قبل شوي طلعناها اللي هي لن 2 على 1620، والباست اللي هو 75%. فلن ال 75% هو سالب لانه اقل من واحد. شايفين كيف هاي الرسمه؟ اي رقم هاي ال 75% هون بتيجي اللين لإلها سالب. So this is لين 75% رقم سالب. فما دام رقم سالب وفي تحت بالمقام كمان سالب، رح تطلع الكمية ايش بالنهاية؟ الوقت رح يطلع الكمية الوقت موجب. فأنا بضل أعمل ايش؟ محول هاي القسمة لضرب، وبالتالي بنقلب المقام، هاي مقلوب المقام، وبطلع معك بالآخر قديش؟ 672 سنة. إذا بعد مرور 672 سنة تقريبا هاي الكمية الراديوم 226 اللي فاتت نصف الحياة إلها 1620، بعد مرور الزمن اللي هو 672 سنة
الكمية تفقد منها، راح ينفقد منها ربع الكمية وراح يضل عندنا متوفر ثلاث أرباع. فهذا سؤال تطبيق مباشر على الراديو اكتيفيتي، بتوقع الصورة هيك واضحة للجميع.